عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله طيبين. موضوعنا في مقطع اليوم هو كيفية تفعيل زر إعادة عرض الموت في لعبة ببجي موبايل، وحنحكي على أبرز الإضافات في التحديث الجديد. قبل ما نبدأ هذا المقطع، اضغط على زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد. المهم يا شباب، قبل ما ندخل في تفاصيل زر إعادة عرض الموت، خلونا نحكي لكم شوية على أبرز الإضافات في التحديث الجديد. خلونا نبدأ أولا بما يسمى بالعلامة العالمية. الشيء الجميل في هذه العلامة أنها تحدد لك مكان الشيء وأيضا تحدد لك صورته، وكما تلاحظوا كل ما تبعدوا من الشيء الصورة تكبر، كل ما تقربوا الصورة تصغر. والشيء الجميل أيضا إنك تقدر تحدد على حاجتين في نفس الوقت. I got supplies. كما طلعتوا قدامكم. I got supplies. I got supplies. I got supplies. I got supplies. وأيضا تقدر تحدد على أي شيء أنت تريد تحدد عليه. I got supplies. مثلا كل شيء. I got supplies. خلونا نعرفكم كيفية تفعيل هذه العلامة. ندخل على الإعدادات، ندخل على الأساس، ننزل تحت العلامة العالمية. هيك فيها تفعيل تشتغل. والآن صار بإمكانك تطوير سلاح الجروزا كما وضح قدامكم. هذه الكل افكت، هذه الكل مسج، وهذا التطوير النهائي. والآن خلونا نعرض لكم طريقة استخدام زر إعادة عرض الموت. هذا أنا جاي جنبي، هذا اللي قتلني. بعد ما يموت يطلع زر تحت على اليمين إعادة عرض، تضغط عليها بعد 3 ثواني يعرض لك الشخص اللي قتلك كما موضح قدامكم. طبعا طريقة تفعيل هذه الخاصية سهلة جدا، بمجرد انك تدخل على الاعدادات، تدخل في القائمة الاولى الاساسي، تنزل تحت تلاقي مكتوب اعادة عرض الموت، هي تكون معطلة، بمجرد انك تسوي لها تفعيل هكذا تكون فعلت هذه الخاصية. وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى زر اللايك وشكرا على المشاهدة.